مواطن من رعية إفريقية، جو سي با بالك ما فهمش لي ميساج اللي كانوا يوصلوا. حاصرة المياه والتدخل تاع الأعوان تاعنا برغم المحاولات تاعهم، سرعة المياه واللي لحد الآن هي راهي تزيد تطلع، خلى محاولة تاع الأعوان تاعنا ينقذوا هذا الشخص، إلا أنه باءت المحاولة تاعهم كل بفشل نظرا لبعد بعد المواطن هذا على شاطئ الواد اللي تبعد أكثر من 30 متر، وسرعة مياه سرعة التدفق كبيرة. تقريبا أعوان تاعنا أصيبوا في هذا التدخل، مما أضطرهم الاستعانة بمروحية الجيش الوطني الشعبي، حول المواطن هذا وعونين اللي كانوا معه إلى مطار تخملت. الإسعافات كانت تنتظر فيهم، وحاليا هما محول إلى مستشفى إليزي.